بدات مزيان صراحه، واخا زعما ربحناها ولكن ماشي هو لو نيفو اللي حنايا معتادين عليه. ولكن صراحه الفريق ديال تطوان هو فريق اللي هو زعما هو ديربي بالنسبه للشمال، واستمتعنا صراحه في المباراه، كانت واحد النديه كبيره، وتنتمنوا لهم التوفيق وتنتمنوا لينا حتى حنا التوفيق في المباريات. كنتم متوقعين هذا الفوز هذا ولا حنا ما عمرنا كنتوقعوا الفوز؟ حنا كل ماتش كنخسر تطوان واحد خاص مني زعما لا يستهانوا به، لا يستهانوا به، غير واحنا زعما كل مباراه كنخدموا ليها، واخا يكون زعما زعما مثلا نشوفوش زعما العوامل ديال انه مثلا الماتشات واش تربحوا ولا تخسروا ولا هما مازال مزيانين ولا ماشي مزيانين. حنا كل مباراه كنوجدوا لها بطريقه يعني هي وكنعطيو كل مباراه حقها، والحمد لله هذا الفوز الخامس ديالنا على التوالي الحمد لله. تنتمناو المسيره الى البطوله المره الثانيه ان شاء الله. الله يا ربي، علاش لا، علاش لا. بسم الله. السلام عليكم، اسامه الشرقاوي، عضو فريق مجد طنجه. بالنسبه لنا هذا الديربي الشمالي فهو وصل المبتغى ديالو، كانت فيه واحد النديه واحد القتاليه ما بين اللاعبات، وكانت واحد الروح الرياضيه عاليه بداو عليها اللاعبات الطنجاويات ولا اللاعبات التطوانيات. كنشكروا فريق تطواني على الروح القتاليه ديالو وعلى الروح الرياضيه ديالو، وهذا غادي يكون احسن رفع الستار للقاء الهام للديربي الطنجاوي اللي كلشي كيتسناه، اللي هو اللقاء اللي غادي يجمع ما بين فريق مجد طنجه وفريق اتحاد طنجه. كنتمنى تكون واحد المباراه حتى هي بحال اللي داز ديال الاناث، تعم عليها الروح الرياضيه من الطرفين، وتكون فرجه ممتعه للجماهير الطنجاويه. فريق مجد طنجه السياسه ديالو هو كنلعبوا كنستعدوا لقاء بلقاء، على المدرب الحصص التدريبيه ديالو كيركز على نقاط الضعف ونقاط القوه ديال الفريق الخصم اللي غادي يلعبوا معاه المباراه المواليه.